نحكي عن الفرق بين simple و easy، يعني الفرق بين انه انت تفكر الموضوع انه سهل ولا الموضوع بسيط. الموضوع لما نحكي انه المعادلة عشان الواحد ينحف او عشان يبني عضلات او انه يروح على الجيم، وهذا بنحكي انه الموضوع simple، يعني احنا بنحكي انه الموضوع بسيط، بسيط كتير، بسيط ببساطته، بمعنى انه الفكرة كيف انك تحط البلان، كيف انك تلاقي حد يساعدك انك تروح على هاي البلان، هذا بسيط. الموضوع يعني بنحكي انه الموضوع بعمل انا دايت، بروح على الجيم، بتمرن، راح اخذ ريزلتس، هذا ببساطة. هل الموضوع ايزي؟ لا، الموضوع مش سهل، الموضوع فعليا هو صعب. ان الموضوع انك انت بدك تبني عادات جديدة، بدك تبني بحياتك إشي جديد، انك تعود حالك انك تروح على الجيم، انك تبطل تاكل الاكل اللي كنت تاكله وتبلش تاكل اكل صحي، اكل نظيف، انك تغير العادات، طلعاتك تبعت اخر الاسبوع، الروحات والجيات، هاي كلها بتتغير. الروح على الجيم في وقت معين انت عمالك بتحدده، مش كل مره بزبط معك، خصوصا اذا انت بتسافر، اذا عندك شغل، اذا عمالك عندك دراسه، هاي الاشياء كلها بيصير فيها الصعوبه. فهذه الاشياء اللي هي مش سهله، ولكن هو الموضوع نعم هو بسيط. الصعوبة إن الواحد يبدأ يحدد أول شيء الهدف، يعرف شو الهدف اللي بده إياه، وبعدين إنه يلتزم بهذا الهدف. الالتزام هو أصعب مرحلة، أنت بتحدد الموضوع، بتبلش فيه، وبعدين عندك الالتزام. الالتزام هو أهم إشي. لما بتلتزم حتى لو ما مشيت 100%، يعني لو انت بدك تتمرن 5 ايام بالاسبوع، تمرنت 4 او 3، لو بدك تاكل 7 ايام بالاسبوع نضيف، اكلت 6 من هاي الايام، انت بالنهاية هيك التزمت. هذا هو الالتزام. بس يصير في عندك التزام بعد فترة معينة، 3 شهور، 6 شهور، سنة، راح تلاقي حالك بني ادم جديد، راح تلاقي حالك تغيرت 100%. كل اللي بنباع في السوق انه تعال غير حياتك كلها ب6 أسابيع ولا ب3 أسابيع ولا ب4 أسابيع، موضوع مش منطقي. لما أنت بنيت كرشتك في 30 سنة ولا 35 سنة، مش حتضيعها في 4 أسابيع. التزم في عادات جديدة، تبنى في حياتك عادات جديدة، عشان تصبح أنت فعليا بني آدم جديد، بجسم جديد، بشكل جديد، بعادات صحية أحسن.